السلام عليكم حبيباتي. اليوم ان شاء الله غادي نديروا لاطارت ديال التفاح في المقله الثقيله وغادي تصاوبها لينا ماما. ماما شنو غنحتاجوا في المقادير؟ بسم الله، غنحتاجوا التفاح وغنحتاجوا كاس ديال السنيده الكراميل، وغنحتاجوا كاس د لاروب ديال السنيده الكيكه، كاس لاروب ديال الزيت، جوج بيضات، قبصه ديال الملح، خميره ونص، فانيليا، والدقيق حسب الخليط. هاو كنكونوا ديجا حطينا المقله الثقيله فوق عافيه مهيله باش تسخن، عاد غنديروا فيها داك السكر ديال الكراميل. حنا غناخدو دابا البيض، غنزيدو عليه السنيدة، غنزيدو عليه الفانيليا، ونخلطوهم. نزيدو عليه الزيت، سكر سنيدة ديال الكراميل بلا ما نحركوه، نخليوه هكاك. بحال هكاك. الدقيق حسب الخليط غناخدو، ها هو السكر ديالنا بدا كيولي كراميل، بدا كيدوب. غتصبروا عليه شويه لانه كيتعطل شويه، غتصبروا عليه على نار مهيله، لان السر في هذه الكيكه هي ان هذا الكراميل الا ما نجحش راه غادي تخسر الكيكه. ناخذ الخميره، نضيفو خماره ونص، نديروها لا قاصحه بزاف ولا تكون مرخوفه. كل خليط مرخوف ما عقدش وما ماشي سائل عاود بزاف. ندوز نصايب التفاح دابا، غنحطوها على جنب وغادي ناخذ التفاح نقطعوه باش نقادوه في المقله. اذا البنات ها هو التفاح قطعناه والكراميل ها هو داب لينا على المقله. دابا غنستو التفاح فوق الكراميل. إذن دابا غادي نخويو داك الكيك على التفاح.
اذا دابا استفنا التفاح غادي نخوي فوق منه داك الكيك ديالنا. نخوي على الجناب هو الاول عاد نكمل الوسط هكا. خويا ملي راك خليتي عندك حس كلشي دابا ملي كملنا غادي نحطوها في الفران على درجة حرارة 170 حتى 180 حسب الفرن اللي عندكم ومدة 15 حتى 20 دقيقة. وها هي البنات لاطارت ديالنا خرجناها من الفران بعد 20 دقيقة. هذه هي الجهة اللي كانت لتحت كتقلبوا المقلة وهاد الجهة كتولي هي للفوق. بالصحة والراحة، نتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق إلى فيديو آخر.